بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلابنا في صف الأول ثانوي العلمي والأدبي، حياكم الله وبياكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وسعادة وصحة وعافية، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم على طريق الخير والهدى والرشاد، وأن يسددنا إلى ما فيه الخير والصواب في الدنيا والآخرة. طلابنا الأعزاء، إن شاء الله بإذن تعالى نشرح لكم درس من دروس التربية الإسلامية، وهو الدرس السابع تحت عنوان أفعال الخير صدقة. وهذا الحديث، هذا حديث نبوي شريف مطلوب حفظه، وهذا الحديث النبوي الشريف يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث نبوي شريف يتكلم لنا عن أفعال الخير. ابتداء لنعرف براوي الحديث. راوي الحديث طبعا معروف لديكم هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمه عبد الرحمن. طيب نسبه، يعني نسبه ما بعد اسمه، بقول عبد الرحمن، بدي أبدأ أنسب، بقول ابن صخر الدوسي من منطقة دوس في اليمن، اليمني، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني. متى أسلم؟ في السنة السابعة للهجرة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مشهورة، وهي دعوته صلى الله عليه وسلم له بكثرة الحفظ. كان بالنسبة لحفظه الحديث النبوي الشريف، كان رضي الله عنه وأرضاه من أحفظ الصحابة للأحاديث النبوية الشريفة، وقد حفظ الكثير منها. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 57 من الهجرة في المدينة المنورة. طبعا يعني عمره في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه 50 سنة. طيب، أبو هريرة كان من أحفظ الصحابة للأحاديث النبوية الشريفة. علل ذلك لماذا؟ لأنه أول شيء كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم دائما معه، والأمر الثاني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بكثرة الحفظ. لذلك كون بدنا نربط، بس شغلة مهمة جدا يعني حتى احنا نأخذها بواقعنا العملي، إن الدعاء من دون عمل ما بنفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا له، ما دعا لأبي هريرة وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قابع في زاوية من زوايا بيته، إنما لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كثير الملاحقة والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حريص على أنه يسمع كل حديث وكل كلمة تطلع من النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على أنه يلمح كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، هون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الحفظ. لذلك الدعاء بده يلازمه إيش؟ العمل. يعني لما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أنه ينصر الفئة المؤمنة في معركة بدر، وين كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة بداره وانصرنا على قريش؟ أبدا، كان في قلب المعركة صلى الله عليه وسلم ودعا، وحمل صلى الله عليه وسلم في المعركة وكمان في أحد وغيرها. فكانت الدعوة إذا ما كان الدعاء إذا ما كان موافق بعمل ما بيزبط. لذلك بعض الناس بيقول يا رب إنك تهديني. طيب الهداية ما شاء ربنا عز وجل، نحن نقول اللهم اهدنا ونمشي لطريق الهداية، اللهم اهدنا ونمشي. بنقول مثلا يا رب نجيب معدل عالي، ندعو ربنا عز وجل نجيب معدل عالي، وبندرس وبنشد همتنا في الدراسة بكون مع بعض. طيب، مفردات هذا الحديث النبوي الشريف: سلامة، سلامة طبعا مفرد، سلامة مفرد. طيب ايش جمعها؟ سلاميات. شو معنى سلاميات؟ مفاصل الإنسان. سلامة مفصل من مفاصل الإنسان. تميط الأذى، تميط، كلمة تميط تبعد أو تزيل. صدقة، كل ما يستحق الأجر والثواب. حسب الحديث النبوي الشريف هنا، كل ما يستحق الأجر والثواب. طبعا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، والحديث النبوي الشريف، الحديث النبوي الشريف هنا نص على نعمة من هذه النعمة. إيش النعمة؟ طبعا نعمة مفاصل الإنسان. قال كل سلامة عليه صدقة. طيب شو عرفني إنها نعمة؟ إيش عرفني إنه هاي مفاصل الإنسان نعمة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها صدقة. متى بتكون الصدقة؟ بتكون الصدقة حتى أشكر على إشي معين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلك مفصل بدك تشكر. طيب إيش النعمة المتحققة بالمفصل؟ إنه حركة الإنسان كلها بتعتمد على هذا، على هذه المفاصل. يعني أنا بمشي بحتاج لمفصل حتى أمشي، بحرك إيدي بحتاج لمفصل. هاي الإيدين يا شباب يا طلاب الأعزاء، يعني ماكينة عجيبة جدا، لا يستطيع بشر أن يخلق أو يصنع مثل هذه اليدين بهذه الوظائف المتعددة، وظائف لا تحصى حقيقة. يعني الآن جرب هيك تفكر، إيش بستطيع أني أعمل بيدي؟ بستطيع أني أكتب، بأشر، بهول للأمر،
بقول مرات لايك، مرات بقول برضو بالطريقة هاي. في بعض الأحيان بأشر بدل، في بعض الأحيان بتوعد الإنسان، في بعض الأحيان ممكن أضرب، في بعض الأحيان ممكن أدافع بإيديه. شوف كيف تغيرت الحركة، بالسكين بسوي، بالمسدس بضرب، وهكذا. يعني في عندي الحركات هنا عجيبة جدا. روح شوف مهندس، لما يكون مهندس بخطط حاله وبنزل بالشارع وبنزل بطمن وبرفع الإيدين، مفاصل الإيدين إشي عجيب. ولو ما كان كمان، تعال خلينا نشوف المفاصل برضو، نعمها مرة ثانية. لو الإنسان ما لهش مفاصل، كان بتلاقي لما يوقع بتكسر، بتكسر كله. بدك تيجي بعض الاحيان مثلا بوقع الانسان على منطقه، ايش معنى المنطقه هاي باتجاه ضربه حاميه بتنكسر. طيب لو ما له مفاصل بتلاقي بينكسر له حوالي 20 30 كسر على اقل تقدير. بدنا نشوف الان، ما دام انه المفاصل نعمه، خلينا نشوف وين اهميه هاي النعمه، اهميه نعمه المفاصل. او بنقول نعمه المفاصل تعد من اعظم النعم. عدد ذلك، علل ذلك. السؤالين بنفس لهم نفس الجواب. بقول اول شيء انه حركه الانسان بتعتمد عليها، والامر الثاني بتظهر لنا عظيم قدره الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه على هذا الانسان المتناسق بهذه المفاصل ومرونه الحركه وجمال المنظر. طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه يكون بالصدقه بمعناها الشامل، لانه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هون بالحديث النبوي اللي قرانا قبل شويه اي قضيه بتتعلق بالمال. اذا تكلم عن الصدقه بايه بمعناها الشامل، الصدقه بمعناها الشامل ايش هي؟ هي كل افعال الخير اللي يمكن ان يقوم فيها الانسان. وهون بدنا نعرف شغله مهمه جدا، هذا عنوان حديث، عنوان الدرس افعال الخير، انه كل فعل بتقوم فيه هو صدقه لك ولك به اجر عند الله سبحانه وتعالى. كل فعل خير، كل شيء خير. طيب شو هو معيار الخير؟ الاشي اللي بيحبه الله. طيب شو معيار الشر؟ الاشي اللي ما بيحبه الله. طيب كيف انا بدي اعرف انه هذا اشي بيحبه الله وهذا اشي ما بيحبه الله؟ اشي احنا الله عز وجل اعطانا العقل نميز به بين الخير والشر، نميز به بين الحسن والقبيح. لذلك لما اجي انا اقدم والله على انسان مثلا كان محتاج لمساعده، رحت وقفت، مش مساعده ماليه، رحت وقفت معاه بدني بجهدي. ذكرنا في كنت بشرح التوجيه، يعني في درس مثلا في الجهاد في سبيل الله، انه بس يحرس مثلا منشآت عسكرية. طيب هذا فعل خير، هذا عليه صدقة وعليه أجر وتواب عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كيف طيب بكون هاي أفعال الخير؟ وذلك أني أستخدم هالجسم وأستخدم هالمفاصل هاي كلها في طاعة الله، وأبعدها عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فكل مفصل بتحرك في طاعة الله بكون عليه أجر وثواب. مشيت خطوة مع أخوي المسلم، حركت الفك وانا بتكلم مع انسان حزين حتى رفعت عنه الحزن، هذا صدق وفعل خير. برضه رحت شاركت مع انسان بفرحه حتى زدت من فرحه، هذا عليه خير. رحت مع انسان كشفت عنه كربه من كرب الدنيا، مشيت معاه حتى قضيت له حاجته بدون ما ادفع ولا فلس، بدون ما ادفع مال، هذا من افعال الخير. لذلك اذا بدي انظر بالحديث النبوي الشريف، وفي عند الاحاديث النبويه والايات اللي بتدعو للصدقه، بيطلع عندي الان انه الصدقه نوعين. النوع الأول صدقة مالية، وهي بتتعلق بكل بدل وكل نفقة مالية، يعني بطلع مال وبدفع للفقير، للمسكين، لليتامى، للأرامل، كذا، للجهاد في سبيل الله، هذه واحد. الثانية اللي هي الصدقة المعنوية. الصدقة المعنوية أفعال الخير اللي بيستطيع الإنسان يقوم فيها من غير جهد ومن غير جهد مالي ومن غير نفقة مالية. تمام؟ طيب. لذلك الحديث على إيش تضمن؟ الصدقة المالية ولا المعنوية؟ لا، الصدقة المعنوية اللي تضمنها الحديث النبوي الشريف. طيب اجانا سؤال مثلا في سؤال وزارة التوجيه، هيك اجى مرتين، قال جاءت كلمة صدقة في الحديث نكرة غير معرفة، كل سلامة من الإنسان عليه صدقة، عليه صدقة. قال صدقة، ولم يقل الصدقة، ولم يقل صدقة مقدارها كذا، صدقة مالية. تمام، جعلها نكرة. علل ذلك، أو ما دلالة ذلك، أو ما الحكمة؟ نقول حتى أنها تدل على الصدقة بالمعنى العام، فتشمل الأجر على كل أنواع البر والخير من غير تقييد. لأنه النكرة، شو معنى كلمة النكرة؟ شو بتفيد؟ بتفيد الشيوع، بتفيد العموم، بتفيد أنه كل إشي ممكن أجيبه أحطه في الصدقة. وبالفعل كل خير بيعمل الإنسان صدقة. طيب الصيام صدقة؟ صدقة. طيب الصلاة صدقة، فعل خير. طيب رحت عملت عمره صدقه.
طيب يروح قراءة القرآن أيضا صدقة. طيب دعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صدقة، الجهاد في سبيل الله صدقة، الحاكم العادل وهو بحكم بالعدل صدقة، القاضي اللي بحكم بين اثنين بالعدل هذا صدقة، إذا كله صدقات. طيب إذا هذا إجت نكرة حتى تدل على الصدقة بالمفهوم العام وهي تشمل كل أنواع الخير من غير تقييد. طيب خلينا نشوف إنه بين الحديث النبوي الشريف بعض من أعمال الصدقة بمفهومها العام، بعض من أعمال الصدقة بمفهومها العام، أو إنه بين الحديث الشريف طرائق لشكر الله على نعمه، بعض الطرائق اذكر خمسة منها مثلا أو وضح ذلك، طرائق شكر الله على النعمة أو أعمال الصدقة بمفهومها العام بطلع عند الجواب نفس الشيء. عندي خمس شغلات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العدل بين المتخاصمين، الاثنين إعانة الآخرين، ثلاثة الكلمة الطيبة، أربعة كثرة الخطى إلى الصلاة، خمسة إماطة الأذى عن الطريق. طيب خلينا نشوف هدف كل واحد منهم أو فائدتها. الآن لما نقول مثلا حث النبي صلى الله عليه وسلم على العدل بين المتخاصمين، علل ذلك أو اذكر فائدة ذلك أو بين الحكمة من ذلك، منقول العدل بين الاثنين شو فائدته؟ انه بزيل عوامل الفرقة والتشتت في المجتمع. مثل ايش؟ مثل الشحنة والبغضاء. طيب لو تركنا الظالم والمظلوم بدون ما نعدل بينهم شو بصير؟ بصير في روح الانتقام، روح الانتقام، بصير بغضاء وشحنة، وما بصدق هذا الانسان المظلوم حتى الظالم يقع تحت ايده، حتى انه يأخذ بثأره منه. لذلك بصير عوامل فرقة، والمجتمع الاسلامي اذا ما كان متوحد بكون ضعيف، بكون ضعيف، بيهجم علينا الجبناء وبغض البتومية. مثل ما لما احنا تشتتنا وتفرقنا وصرنا ناس ضعاف وناس وأمة ضعيفة، راحت منا فلسطين وراح منا سوريا وراحت منا اليمن وراحت منا العراق وراح منا يعني بلدان كثير كثير، حتى كرامتنا بتروح منا لما يكون عندنا فرقة. لكن عزة هذه الأمة بعد تمسكها بكتاب ربها سبحانه وتعالى إنها تكون أمة مستعصمة متماسكة، أمة متوحدة. لذلك العدل يفيد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. طيب إصلاح ذات البين، رحت بين اثنين متخاصمين، تكلمت مع هذا على جنب وتكلمت مع هذا على جنب ورحت أصلحت بينهم، هذا أفضل عند الله عز وجل من الصيام والصلاة والصدقة. المقصود بذلك النوافل التطوعات، يعني مش المقصود أنها أفضل من صلاة الظهر، لا، لا يعدل صلاة الظهر شيء، المقصود أنها أفضل مثلا من قيام الليل، ولا المقصود أنه أفضل من صيام رمضان، لا، المقصود أنه أفضل مثلا من صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام عرفة أو صيام عاشوراء. أفضل من الصدقة، مش الزكاة الواجبة، لا، أفضل من الصدقة اللي بتبرع فيها الإنسان تبرع وبتكون مش لازم عليه. طيب هذا الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. لو بدنا نجيب جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الباب اللي بدل على أفعال الخير، على كل سلامة من الإنسان صدقة، والجزء اللي منه بوافق هذا الحديث اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعدل بين الاثنين صدقة. طيب الأمر الثاني اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إعانة الآخرين، إعانة الآخرين. طبعا الحديث هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مساعدة الناس في أمور دنياهم وقضاء حوائجهم. ليش؟ علل، أو شو الفائدة؟ تذكر فائدتين لذلك. طبعا لما عين واحد انتهى حالك، يعني بدون أنه ما أقرأ من الكتاب، من الكتاب إيش بفيد إن لما عين واحد شو بطلع عندي أثر؟ بصير أحب، بس أحب هذا الإنسان اللي بساعده. لذلك نقول المحبة بين أفراد المجتمع، المحبة بين أفراد المجتمع هو نفسه اللي بيؤدي لإيش؟ للتضامن والتوحد. هذا واحدة. الأمر الثاني إيش هو؟ الفائدة الثانية لما أساعد إنسان أوقف جنبه، هي مظهر المظاهر إيش؟ التكافل الاجتماعي. طيب استخرج من الحديث الشريف مثالين على إعانة الآخرين. إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال: يعين الرجل على دابته، مش قادر يطلع على الدابة بحمله بساعده حتى يرتفع عليها، واحد كبير بالعمر بروح بمسك الباب معاه حتى يفوت في سيارته بسكر كذا الى اخره. شوف قديش يعني بده واحد كبير مثلا او مش قادر مثلا او مريض او كذا، رحت والله انا ساعدته فتحت السياره وحتى جلس فيها وسكرت باب السياره، هذا صدقه. والامر الثاني انه المثال الثاني انه يعين الرجل على حمل متاعه على الدابه، وهو مش قادر يحمل هالمتاع، معه كيس بده يحمله على هالدابه مش قادر، او معه عده اكياس بده يحطهم في السياره وشافه يعني قاعد كيس كثير رحت وقف جنبه ومسكته صرت احمل معه، او انه مثلا نزل هالاغراض نزلته من السياره وصرت اطلع معه على البيت على
شقته مثلا، هذا كله من أفعال الصدقة اللي فيها إعانة الآخرين. إذا في اثنين موجودات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقول بجيب الجواب اللي هو مذكور نفس نص الحديث النبوي الشريف، بقول ويعين الرجل الجواب اللي هو استخرج من الحديث الشريف مثالين على إعانة الآخرين، إما بقول إعانة الرجل على ركوب دابته، أو يعين الرجل على حمل متاعه على دابته، أو بجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس النص بقول ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. إذا هذا الثاني. الأمر الثالث الكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة هي قول الخير، تحكي خير لهذا الكلمة الطيبة، إنه كلمة خير وأتواصى فيها وأوصي الناس بكلمة الخير إنه لا يقولوا الشر. طيب هون جاءت الكلمة في الحديث مقيدة. قال الكلمة الطيبة مقيدة، إذن بالكلمة إيش؟ الطيبة. علل إيش الحكمة؟ مشان تخرج منها كل كلمة غير طيبة. الكلمة الطيبة بس، يعني لما أقول الكلمة الطيبة مقيدة، هل احتمال لما أقول الكلمة الطيبة أن تكون كلمة غير طيبة جواها؟ لا، مش مستحيل تكون. لكن لو قال الكلمة لحالها ممكن تكون كلمة طيبة، ممكن تكون غير طيبة. لذلك اللي تخرج كل كلمة غير طيبة. طيب أيضا حتى تشمل كل كلمة طيبة سواء كانت بحق الله أو بحق الأوادم. بحق الله مثل إيش؟ التسبيح، التحميد، التهليل، قراءة القرآن، الدعاء، كذا إلى آخره. في حق الناس مثل رد السلام، النصيحة، قول كلمة الحق، أداء الشهادة، كذا. هذا في حق الناس كلمة طيبة. الكلمة الطيبة مش الكلمة الطيبة أن يمدح الناس كذب، مش هذا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أن أقول الخير، إنه هذا كلمة الخير دائما بتنمي. وكلمة الخير يعني مثلها مثل الشجرة. الكلمة الطيبة وكلمة الخير مثلها مثل الشجرة. هذه الشجرة مزروعة بأرض خصبة، ودائما فروحها في السماء مزهية وبتعطي ثمارها باستمرار. الكلمة الطيبة هي دائما بتعطي ثمارها باستمرار. لذلك الله عز وجل إيش قال بالقرآن؟ قال ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. تؤتي أكلها، نتائجها، آثارها وثمراتها الطيبة. طيب لو بدي أجيب من الحديث الشريف هذا اللي بالباب حديث أفعال الخير صدقة، لو بدي أجيب منه مقطع بوافق هذه الآية الكريمة، إيش هو؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. طيب أيضا اللي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الخطأ إلى الصلاة. كثرة الخطأ إلى الصلاة في كل في قوله صلى الله عليه وسلم كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. هاي ماشي أنا رايح بدي أصلي سواء بالبيت أو بالجامعة، هالخطوة اللي مشيتها هذه صدقة، خطوتين صدقة، خطوة ثلاث خطوات صدقة، كذا إلى آخره. طيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على الصلاة وعلى قصد بيوت الله سبحانه وتعالى لصلاة الجماعة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على الصلاة وخاصة في جماعة، وذلك لأهمية الصلاة وفضلها، لأهمية الصلاة وفضلها خاصة إذا كانت في جماعة. ليش؟ ليش صلاة الجماعة؟ لماذا؟ لأنها تؤلف بين المصلين وتزيد المحبة بينهم. الناس بلش يتعرفوا على بعض، ما يتعرفوا، أي تعارف خير من تعارف المسجد، أي تعارف خير وأي تعارف أفضل من أنه يتعارف اثنين مع بعضهم في المسجد. تعارف خير، يتعرف على بعض وين؟ بين دين الله، في بيت الله، في الصلاة. وهم رايحين يعملوا خير، وهم بتصدق على حاله، على مفاصله، ماشي وراح دخل المسجد، اتعرف على أخوه المسلم هون وهون، حتى تعرفنا على بعضنا، وصار في تكاتف، وصار في محبة. إذن فائدة صلاة الجماعة، ودعاها النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة في بيوت الله سبحانه وتعالى، إنها مهمة لأنها بتألف بين المصلين وبتزيد المحبة بينهم. شوف قديش؟ لذلك يا شباب لما احنا منروح الصلاة الجماعة باستمرار راح توجد لك مثلا الإمام المسجد وهم يعني حقيقة رجال أفاضل، تتعرف على الناس وتجد من الناس من الشباب ومن الكبار الأفاضل. بعض الناس بقول لك والله بشوف ناس بيصلوا وبكون عنده خطأ وخطأ. يا أخي الكريم أقول لك كلمة واحفظها جيدا، إذا كنت بتنظر أنك تبحث عن ناس كاملين تتعب، شو قعد في الدار لا تطلع من الدار، لأنك مش راح تلاقي ناس إنسان فاضل 100%. إحنا كلنا بنخطئ وكلنا بنصيب، هيك الإنسان طبعا، الإنسان طبعا مكون من خير وشر. الإنسان
يصيب ويخطئ، انك بتتعامل معاه بصوابه وبتتعامل معاه بخطأه. طيب ممكن يدخل المسجد يخطئ؟ ممكن يخطئ. مجتمع الصحابة وقعوا في أخطاء، مجتمع الصحابة وقعوا في أخطاء. طب كانوا يوقع بينهم مشاكل ويتهاوش؟ آه كانوا يتهاوش، راح النبي صلى الله عليه وسلم حجز بينهم في قباء وكانوا يضرب على بعض حجار، تمام. صار خلاف ومشاحنة ما بين أبو ذر الغفار، ما بين أبو ذر الغفاري وما بين بلال الحبشي، صار في سوء فهم واختلاف ما بين عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، وصار ما بين عثمان وبين كمان عمر بن الخطاب. إذن القضية القضية عادية، كان يوقع بينهم بين الصحابة، يعني هذا قضية عادية. ما لازم أنظر والله إنه والله ظل مجرد ما دخل، مجرد ما وضع رجله في المسجد جوا صار ملك من الملائكة يسبحون الله الليل والنهار وما بفتروا ولا بسأموا ولا بملوا ولا حاجة. هذا الإنسان بيصلي في الجامع هو إنسان يصيب ويخطئ، لكنه إنسان ثمرة الخير فيه بثمر باستمرار. طيب الأمر الخامس اللي دعانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إماطة الأذى عن الطريق، في قوله صلى الله عليه وسلم ويميط الأذى عن الطريق صدقة. طيب حث النبي صلى الله عليه وسلم على إزالة كل ما يؤذي الناس في الطرق والمرافق العامة كالأشواك والأوسخ، نزيلها، تمام. ليش؟ لأنه هذا بيأكد على أهمية نظافة البيئة والمرافق العامة، تأكيد منه. ليش النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلها وحث عليها؟ حتى أنه يبين أنه نظافة البيئة والمرافق العامة إشي مهم. يعني لما أكون في المدرسة أزيل الأذى، زلت كيس أو ورقة أو كذا وإلى آخره عن محله ورح حطت في سطل النفاية، هذا يا شباب صدقة، هذا صدقة. اما انه بعض الناس تلاقي بمسك بوك مثلا سندويش الكيس والورقه برميها على الارض تحته الفاين يمسح فيها ورماها تحته، كيس الشيبس اكله ورماها، البسكويت رماها، العصير رماها هون تركه على محله. يا اخي الكريم اعطي صوره عن دينك، اعطي صوره عن دينك. احنا كثير مرات من مرات بعض الناس بخطأ بربط التخلف بالدين، لا يا عم، ديننا دين النظافه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ويميط الاذى عن الطريق صدقه، يعني كل كلمه الاذى ايش بكون؟ مش الاذى انه ايش والله بكسرني. الاذى ممكن ياذي الرجلين وانت تمشي، ممكن يؤذي العينين المنظر انه مش كويس، ممكن يؤذي السمع شيء مزعج صاخب، ممكن يؤذي الشم، ممكن يؤذي الشم. هذا كله بشيله عن الطريق. إماطة الأذى عن طريق صدقة، إماطة الأذى، الأذى اللي الأمور المخربطة اللي بتكون هذا كله أذى. لذلك انه أعمد إلى مثلا نظافة مثلا الشارع، نظافة بيتي، نظافة ساحة البيت، فناء البيت، نظافة مدرستي، نظافة المقعد اللي أنا فيه، نظافة الصف اللي أنا فيه، أوين ما رحت، رحت أعمل تنزه بكون نظيف، مش ولما أكون بالسيارة أكلت والله طيرها بالهواء ومنها الشباك ورمي وبيجي عمال النظافة بشيله. لا يا أخي، أنت حطها في كيس ولما تنزل عود أكبها. تخيل بالله عليك أنه مثلا من شارع معين كل يوم بمر 1000 سيارة وارتمى من 1000 سيارة 1000 كيس، أي صار عندي جبل من القمامة. لذلك إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقبل الإماطة أني أنا ما ألقي الأذى في الطريق أو في الساحات أو في المرافق العامة. ممكن أقول لك حد سؤال، استخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اهتمام الإسلام بالبيئة، استخرج منه. بقول قوله صلى الله عليه وسلم ويميط الأذى عن الطريق صدقة. طيب الآن بينا أنه هاي الأعمال كلها لشكر نعمة الله عز وجل في المفاصل، لأنه تحركت المفاصل، تتحرك المفاصل. طيب كل سلامة كم سلامة، كم مفصل للإنسان؟ 360 مفصل. طيب مين اللي ذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. طيب والعلم الحديث ايش رايه في الكلام هذا كله؟ هل بالفعل العلم الحديث بيقول لك 360 مفصل؟ وهذا مما يدل على انه الله سبحانه وتعالى اللي بلغ للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرساله، عدد المفاصل. العلم الحديث بيقول لك، الطب الحديث والتشريح بيقول لك انه الانسان على 360 مفصل. طيب والله بدي اشكر الله على 360 مفصل، يعني بدي 360 صدقه، 360 صدقة. يا أخي 360 كلمة من القرآن كفتك، 300 بسمة تبسمك في وجه أخيك صدقة كفتك، شلت عن الأرض واحدة ثنتين ثلاث عشرة، هاي 10 صدقات، رحت على البيت قبلت إيد أمي وإيد أبوي، هاي صدقات، دخلت عليهم الفرح والسرور صدقات، وهكذا. هذه الصدقات بسد عنها في حديث ثاني ركعتي الضحى. ليش ركعتي الضحى؟ لأنه بتحرك كل مفاصل الإنسان بالصلاة. طيب شوف فوائد شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على النعمة، أو قيام المسلم بأعمال البر والتقوى بأنواعها تعد شكرا لله على النعمة، بين ذلك أو علل ذلك، لأنه بيؤدي لإيش؟ لزيادة النعمة.
الشكر بيؤدي لايش؟ فائدته زيادة النعمة، وكمان هذا في الدنيا، وفي الآخرة الفوز بالثواب الجزيل من عند الله سبحانه وتعالى. والله في أسئلة وزارية إجت، يعني يضع دائرة مثلا، يجي يضع دائرة، الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ هو مصعب بن عمير، معاذ بن جبل، أبو هريرة، سهل بن سعد، إلا هو أبو هريرة. بقول كمان في سؤال ثاني، معنى كلمة سلامة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل سلامة من الناس عليه صدق، له حواس الإنسان، مفاصل الإنسان، أعضاء الإنسان، مجموعة الناس، المقصود في مفاصل الإنسان. هون ممكن انتهينا من هذا الدرس اللي هو أفعال الخير والصدقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله في درس قادم نشرحه بإذنه تعالى. أرجو أنكم تتابعوا دروسنا حتى أنه نحاول نستفيد كيف نتعامل مع دروس التوجيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى ما فيه الخير والصواب، وإياكم يا رب العالمين.